النبي يا رضا، ربنا يخليك لا ياخدك، سيب الناس دي في حالها وخلي الامور تمشي طبيعي. انا لازم انقذ البت. انقذ البت ايه ونيلت ايه؟ دي البت اتدشملت، انت مش شايف منظرها عامل ازاي؟ تقلقش، المره دي انا عامل ترتيب تاني خالص. ربنا يستر. شجعني بس اقولك على حاجه. انا قلبي حاسس ان احنا هننجح. حفزني. حس كده. يلا يا بطل. شجعني. يلا يا وحش. حفزني. شد واستوشن كده. يلا. الحلوة مالها رفع حاجبها ومحدش عاجبها. محسوبك عطل اللي بيموت في الشهر. يا ولاد المحظوظة. وربنا وحشني. شفتك فين ياض قبل كده؟ هو انت بتقبض على حد غيري؟ انت بتقول ايه ياض؟ لا يا باشا، بقول لك اكيد شفتني في اشاره روكسي. ما اصل انا متسول. طب يلا قدامي خد على البوكس. مش مزرجل ولا حاجة، بس انا عايز اقول لحضرتك ان انا مش شحات. انا بس يا باشا، بص انا هو الموضوع ملبه يعني. بطاطم يالا. المساحنة دي شفتها فين قبل كده؟ انا عرفت منين يا ياض؟ اتعرفنيش يا باشا، بس حلاوة روح. ده هتهرج معايا روح امك. كنيف. مش عايز اروح الكنيف دلوقتي، مش عايز اروح. اعتبر حلاوة روح جارية من جواريك. ده كنيف، ده انسان. طب انا جارية ازاي بالعشب اللي في وشي ده؟ شوفيتهم يا معلم كنيف، بس ما تبقاش تكتر في الفسيخ بقى. انا جيت هنا غلط. انا غلط. انت شبه ناصر سلخة بالظبط. انا ناصر سلخة. ما تقلعش يا رضا، انا معايا ناصر سلكة بس روسي. ده ناصر سلكة. انا اشرب يلا. شربوا. ابلع يلا. تعالى رضا خد حقك. بقول لك ايه، والراجل اللي ضمننا ده اسمه ايه؟ ملخش فيه. حاس الاسامي؟ انا خرجت خلاص، بس من دلوقتي انت من طريق وانا من طريق. ليه الغباء ده يا ناصر؟ هو كده ملخش فيه. بقولك ايه، ما تخنقنيش يا رضا، لحسن ونصح فرجعك الزنزانه تاني. ما تعرفش اي اخبار عن امي؟ امك ماتت من 4 سنين. منه لله بقى. هو مين؟ عرفان الخلب ضحك عليها واستغل ضعفها وشباكها وبيعها اللي وراها واللي قدامها. امك ماتت بحسرتها يا رضا. معرفش طريقه. عرفان لو عارف ان انا دليتك عليه هيطين عيشتي. ده بقى مفتري اهو يا رضا. عن اذنك اطلع يا ابني. انا مش مصدق اللي بيحصل لي. اكيد ده مش حقيقي، اكيد ده خبوث. تاكسي تاكسي تاكسي. ورا العربية دي بسرعة. الواد مالها ماشي ورانا كبير برضه بتتدخل في اللي مالكش فيه.
طب ما كده هعرف مكان البوس. يا ابني ده تدابير ربنا، ربنا بيسلط ابدان على ابدان، هو خلص عليه وناخد الخبرين. طب هنطلع لفين يا كبير؟ ملخش فيه. لا لا وعنا فعني لا يعني فعني لا لا وعنا فعني ينفع كده طب يرضيك كده طب ينفع كده طب يرضيك كده تيجي تقعدي معايا حلو عيني يا بس عندي مصلحه ثانيه هخلصها واجي لك يا بوس. بص تعالي هنا مصلحه ثانيه غير دي النهار ابوك يا عز. لا مش قادر امشي. لا 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 وصحابتي التاني كده طب يرضيكوا كده طب ينفع كده طب يرضيكوا كده. لا ارجع من ده بتكلمني انا؟ ايوه يا بص امال بكلم مين؟ اعمل معاه ايه؟ اعمل معاه الواجب. الواجب كله ما النطفه مغفل. اتفضل. تمام يا بص. هو ده الواجب كله؟ يلا خالب وراح. الواد ده من ساعة ما دخل وانا شخخ فيه. هاتي التسخارة من خازنة دي تذاكر السفر لخانيا. الطيارة هتقوم خمان ساعتين. خمان ساعتين؟ وانا ايه اللي هيوديني خانيا؟ اقصد يعني ايه اللي هيوديني كانيا؟ تنسيت ولا يا خبير؟ انت هتروح عشان تستلم البضاعة. بضاعة؟ صحيح، لازم استلم البضاعة بنفسي. الله يخرب بيتك يا رضا. بتقول حاجة خبير؟ لا يا ناصر، بصراحة انا متواجوش على الكباريه، بس حسيب الكباريه امانة في رقبتك. الركلام خلي بالك منه. اخواتي واخطر. اوعى تهينهم. مالكش فيه. تعالوا حبايبي. نور نور يا حنن يا حاج وسع كده. لا 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 مش فاكراني انت، مش فاكراني. بقول لك ايه يا جدع، انت مش ناقصه تلقيح جت على الليل. سيبنا اروح اريح العظمتين بقى. استني بس دقق في الوش ده. مين؟ حسن الهلالي. قصدي رضا. انا رضا. الواد رضا الميكانيكي. يخرب بيتك ايه اللي عمل فيك كده؟ معلش انت مش فاكره اي حاجه خالص يا عيني. انت لازم تفكرني باليوم المنيل ده. معلش يا نور انا السبب ده. لولا اليوم ده ما كانش زماني وصلت للي انا فيه دلوقتي. وانت مبسوطه؟ طبعا مبسوطه. رقاصه يا نور. ومالها يا اخويا الرقاصه؟ رقاصه بس بشرفي. انت تلاقيك كل ليله بتروحي مع الرجاله. ده لو عمر الشريف جه لحد عندي لا يمكن اوافق اروح معاه ابدا. طب لو حسين فهمي؟ ولا حسين فهمي. طب اخوه مصطفى فهمي؟ ولا مصطفى فهمي. طب كريم فهمي؟ ولا كريم فهمي. كدابه. طبعا كدابه. يخرب بيت حلاوتك انت بجد. حلو كده. باي باي يا رضا. لو سمحت بعد اذنك. بس انا عرفت انت هتسال على ايه. كريم فهمي مشي من هنا. اوه كريم فهمي. اوه حريم ورجاله. محبوب قوي كريم فهمي ده. يفرق عني ايه؟ توصل بالسلامه يا خبير. ابعت لي معاك ايفون 6. اخي اتنايل وانا رايح الخويت. نور بقت رقاصه. الله اعلم بتعمل ايه دلوقتي مع كريم فهمي. الراجل ده شبه رضا. عرفان وناصر سلخة. ايه ده رضا؟ ده يا ابني اللي عمل فيك كده. وايه اللي عمل فيا كده؟ المنبه اللي عمل فينا كده. احنا الاثنين اقتلوا رضا. هو ده اللي قتل امك. لا انا مش هقدر اقتله. دعم عرفان برضه ربنا يسامحه بقى. يا جدع بقول لك قتل امك. انت ايه اللي بيجري في عروقك ده؟ ايه دم ولا خرخريه؟ لا مش خرخريه بس مش هقدر اقتله برضه. يبقى هقتله انا. انت هتعمل ايه؟ هي دي كلمة شخرا عرفان؟ مشخرين قوي.
سلخة! طب انت يا ناصر؟ ملخش فيه! انا